يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من طلب الشفاعة من الميت من غير تقرب إليه بشيء من العبادات سوى الطلب المذكور يعد فعله شركا؟ فيقولون يا ولي الله اشفع لي عند ربك بأن يشفيني من المرض أو من طلب الحوائج من طلب الحوائج من الأموات فهذا شرك، هذا شرك لا تفصل. من طلب الحوائج من الأموات واستغاث بهم فهو مشرك. نعم.